كان البروجكت، عرفنا البروجكت اللي هو هاند اوفر، المفروض ان انا بخرج منه باوتبوت، بس كان اللي هممنا اكتر من التعريف ايه الخواص بتاعة البروجكت. احنا قلنا ايه الخواص بتاعة البروجكت؟ ان اول حاجة لازم يكون ليه هدف، لازم بيتكون من مجموعة من الاكتيفيتيز، الاكتيفيتيز دي بتبقى انتر ريليتد ببعضهم ومعتمدين على بعض. يعني زي ما اتفقنا ان انا عشان ابني عمارة فلازم اعمل قواعد وبعد كده عمود وبعد كده سقف، فدي كده اسمها اكتيفيتيز، والاكتيفيتيز دي معتمد على بعضها، يعني مش هيطلع سقف وما فيش اعمدة، مين اللي هيشيل السقف؟ فدي كده ديبندنت وانتر ريليتد مع بعض. وليه فاينايت ديوريشن، ما ينفعش يبقى المشروع وقته مفتوح، لا لازم يبقى ليه ديو ديت. يعني مثلا عاوز اخلص المبنى ده قبل ما الدراسة تبدأ عشان الطلبة تدرس فيه، يبقى ده كده ليه فاينايت ديوريشن انا محدده. واتفقنا برضو من الخواص المهمة للبروجكت ان هو يونيك، يعني متفرد بنوع ان الحاجة دي تخص البروجكت ده بس. واخر حاجة ان هو بي اوبريتس اندر كونسترينتس، واتفقنا ان الكونسترينتس دي اختلفوا في تعريفها، ففي ناس قالوا ان هم 4 كونسترينتس اللي هم سكوب وكواليتي وكوست وتايم، وبعد كده جه ناس تانية قال لك لا الديفينيشن ده قاصر شوية عشان اهمل حاجتين مهمين اللي هم الريسك والريسورسز، لان انا الريسك بيغير في مخرجات البروجكت بتاعي وبيغير في التايم بتاعي، ونفس الكلام توفر الريسورسز من عدمه وجودتها وكده. ففي تعريف ان في 6 كونسترينز اللي هم سكوب كواليتي كوست تايم ريسك ريسورسز، وفي تاني ان قال هم سكوب وكواليتي وتايم وكوست بس. يبقى رجعنا تاني، الخواص بتاعت البروجكت ليه هدف، ليه اكتيفيتي معتمد على بعضها ومرتبطة ببعضها، ليه فاينايت ديوريشن، يونيك، وبي اوبريت اندر كونسترينتس. يبقى دي اسمها البروجكت بروبرتيز او خواص البروجكت بتاعي. دكتور معلش، هو لو جه قال لي ان انا اقول الكونسترينز هكتب الاربعة ولا الستة؟ ما حددتلكيش عدد اكتبي اللي تكتبيه، يعني تمام. الاربعة او ستة، لكن انا ممكن اقول لك قولي لي لو قلت 3 كونسترينت يعني ممكن تكتبي 3 من الاربعة او 3 من الستة، لكن لو تمام. قلت لك صراحة اكتبي الـ4 كونسترينت وانا عاوز اللي هم الاربعة دول بس، لو قلت لك اكتبي لي 6 كونسترينت يبقى عاوز الستة. يبقى لو ما حددتش العدد 4 او 6 يبقى ليكوا الحرية في كتابة الكونسترينت، لكن تمام لو قلت لك 4 بالذات يبقى عاوز الاربعة دول، قلت لك 6 بالذات يبقى عاوز الستة التانية. بعد كده اتعلمنا ان البروجكت مانجر ليه مجموعة من السكيلز، قلنا ان هو لازم يبقى عنده تكنيكال سكيل، ولازم عنده البروجكت مانجمنت نفسها، ولازم عنده الليدرشيب. يبقى دول الثلاثة سكيلز لو جيت اسألكوا انيوميريت السكيلز اللي عند البروجكت مانجر. بعد كده اتكلمنا على الرولز بتاعت البروجكت مانجر، وبدأنا ندرس مسائل من الرولز دي، ومنها التاسك اجينست الهيومن، ودي عملناها في الاساينمنت بروبلم. وبعد كده المفروض ان هو يعمل انتجريشن في حدود التكنيكال اكسبيرت اللي عنده، لازم يبقى عنده الديتيلز بتاعت المشروع، ودي عملنا حاجة شبهها في الماتيريال ريكويرمنت بلان، وبيحط البوليسيز الموجودة، وبعد كده بيبدأ يدرس البروجكت والفانكشنز اللي محتاجها، زي انه يعمل إدارة مالية، يعمل إدارة الحسابات، يعمل إدارة قانونية، دي اللي اسمها الفانكشنز اللي موجودة جوه البروجكت. بعد ما أخدنا الرولز قلنا إن عملية البروجكت مانجمنت نفسها متكونة من 5 خطوات، إن أنا بعمل انيشيشن، بعد كده بعمل بلان، بعد كده بنفذ، وأثناء التنفيذ بعمل مونيتور وكنترول، وفي الآخر بعمل الكلوز. وشرحنا كل واحدة باختصار شديد. بعد كده اتكلمنا عن نوليدج اريا، واتفقنا ان انا كل اريا هيبقى فيها جواها حاجات معينة بتحصل جواها، والاسئلة دي بتيجي صح وغلط، والشيت كان مغطي الصح وغلط الخاصة في كل اريا. اتكلمت عن الانتجريشن اريا والسكوب والتايم والكوست والكواليتي والريسورسز اللي قلنا اللي هي كانت هيومن ريسورسز وتحولت الريسورسز والكوميونيكيشن. وبعد كده اتكلمنا عن الريسك مانجمنت، وركزنا على حتة في الريسك مانجمنت اللي هو الفرق بين الكوانتيتيف والكواليتيتيف، وقلنا الكوانتيتيف ده عددي يعني لازم عدد معين، والكواليتيتيف ده بس بيشوف ترتيب البريوريتي بتاع الريسك، وقلنا عليها مهمة. اتكلمنا على البروكيورمنت، واتكلمنا على الستيك هولدر مانجمنت.
يبقى كل اريا هتعرف ايه اللي جواها، وفي حتة تركزنا عليها زي ازاي بقيم الريسك. وبعد كده خدنا بقى ان ديتيلز الكوست استيميشن والكوست كنترول، وجوه الكوست استيميشن وجوه الكوست كنترول ركزنا على التولز اند تكنيكس. يعني كنا بنقول الانبوت والاوتبوت، بس كان تركيزنا في الشرح على التولز والتكنيكس بتاعت الكوست استيميشن والكوست كنترول. من التولز بتاعت الكوست استيميشن، وقلنا ان ممكن اجي اسالك اشرح لي التول دي عباره عن ايه، او اديكوا تعريفها وانتوا تقولوا الكلمه دي. في الاكسبيرت جادجمنت، ان ايه، اسال خبير عن السعر، هو راجل خبير في التسعير، فاديله المشروع واقول له السعر بكام. وفي اللي هو الانولوجي او الانالوج، في ناس بيسموها الانالوج استيميشن، في ناس بيسموها الانولوجي استيميشن. الفكرة كلها ان انا بيبقى عندي تسعير لمشاريع سابقة، فبشوف اقرب مشروع من المشروع اللي انا شغال فيه واخد السعر منه. يبقى الانالوج او الانولوجي استيميشن ده ان انا بجيب مشاريع سابقة واشوف اقرب مشروع من المشروع اللي انا شغال فيه. في بارامتريك استيميشن اللي انا بستخدم الاحصاء في التسعير. في البوتوم اب استيميشن ان انا بقسم كل ايتم لاجزاء صغيره وبسعر كل جزء صغير لوحده، وبعد كده بجمع الاجزاء دي فيطلع لي سعر المشروع. حاجه اسمها 3 بوينت استيميشن ان انا بطلع حاجه اسمها الموست لايكلي كوست والاوبتيمستيك والبيسيمستيك. وبعد كده عندي طريقتين للاستيميشن، لان تريانجل اللي هو بجمع الثلاثه واقسم على ثلاثه، او البيتا ديستريبيوشن ان انا بضرب الموست لايكلي في اربعه واجمع عليه الاوبتيمستيك والبيسيمستيك واقسم على سته، بحكم ان الموست لايكلي هو الاكثر حدوثا او الاكثر احتمالا للحدوث، وبكده بقدر استيميت الكوست. اخر حاجه في الكوست استيميشن، او اخر حاجه مهمه في الكوست استيميشن، كان اسمها الريسيرف اناليسيز، ان انا لازم استقطع جزء من البادجت عشان مشاكل الريسك المفاجئه. يبقى انا بستقطع جزء من البادجت لتغطية الريسك، فده بسميه الريسيرف اناليسيس. ناس معايا يا شباب ولا ايه؟ لا دكتور، حقك يا دكتور. انا بشرح بسرعة على اساس ان انا براجع، فاللي واقف في حاجة يوقفني بس، عشان عمال اقول كده وخلاص. وبرضه من الحاجات اللي ركزنا عليها في النولج اريا اللي هي الكوست كنترول، وبرضه ركزنا على التولز اند تكنيكس بتاعتها، ما اهتمناش بالانبوت والاوتبوت. دكتور مش لازم نكتب بالظبط يعني بالحرف، يعني ممكن نكتب بفهم، يعني اكتب اللي انت فاهمه، تمام، عربي انجليزي، يعني اكتب اي حاجه توصل لي ان انت فاهم. طيب تمام. في الكوست كنترول ركزنا على حاجه اسمها ايرند فاليو مانجمنت، وقلنا الارنت فاليو مانجمنت ليها 3 كيز، والثلاثه كيز دول بعد كده بحسب منهم حاجات كتير. الثلاثه كيز دول اللي هم البلاند فاليو، قلنا يعني ايه بلاند فاليو، انا مخطط اخلص المشروع في وقت قد ايه. في حاجه اسمها الارنت فاليو، انا فعلا خلصت قد ايه من المشروع، يعني انا عامل حساب ان بعد شهرين مثلا هخلص 20% من المشروع، يبقى دي اسمها بلاند فاليو. لو انا بعد الوقت ده خلصت 10% من المشروع اسمها الايرند فاليو. والاكشوال كوست هو الثمن الحقيقي اللي انا دفعته في الجزء اللي انا خلصته ده. خدنا مثال رقمي، قلنا لو انا عندي مشروع المفروض يخلص في 12 مانث وكان ثمنه 100000 دولار، دلوقتي في 6 شهور عدوا، فاحنا قلنا هنعتبر العلاقه لينير ودايما نخليها لينير. يبقى على البلاند فاليو المفروض ان انا كنت اخلص ايه 50% من المشروع، المشروع مدته 12 وانا عدى 6 شهور، وال 50% دول يبقى ثمنهم 50,000 دولار. ده كده البلاند فاليو 50% وال 50,000 دولار. لكن الحقيقه بعد الست شهور ده ايه اللي حصل؟ لقيت نفسي دفعت 60,000 دولار. يبقى ده مين؟ ده الاكشوال كوست. ولقيت ان انا ما خلصتش غير 40% من المشروع، يبقى ده اسمه ايه؟ الايرنت فاليو. الايرنت فاليو 40% او 40,000 دولار، الاثنين صح. يبقى الايرنت فاليو ده اللي انا خلصته بالفعل، البلاند فاليو ده اللي انا كنت مخلص مخطط ان انا اخلصه، الاكشوال كوست دي الفلوس اللي انا دفعتها بالفعل. يبقى على المثال بتاعنا معانا البلاند فاليو 50,000 دولار او 50%،
معانا الـ earned value 40% او 40,000 دولار، ومعانا الـ actual cost 60,000 دولار. دكتور اتفضل. انا في بس حاجه ملخبطاني، هو الفلوس اللي في المساله دي انا بدفعها للمشروع، للمشروع ده ارباح يعني بيديها لي. لا ده بدفعها المشروع، ده البادجت بتاع المشروع. طب ما ازاي الـ earned value 40,000 دولار؟ ايرنز ده يعني مش كسبت، اللي انا خلصت يعني اللي انا دفعته بالفعل، اللي انا كنت مخطط انا ادفع، اللي انا دفعته بالفعل للمشروع او اللي انا خلصته بالفعل المشروع قيمته قد ايه من البادجت. يعني انا خلصت حاجه قيمتها 40,000 بس دفعت فيها 60,000. يعني بالنسبه تمام. معايا، فهمت. يعني انا خلصت حاجه قيمتها 40,000 بس دفعت 60,000، وكنت مخطط ان انا ادفع 50,000. من الحاجات دي بحسب بقى شويه انديسيز تقول لي انا ماشي صح ولا غلط عشان الحق نفسي، لان العمليه دي اسمها ايه، كوست كنترول. فانت المفروض تتحكم في الكوست وتسيطر عليه شويه. ففي حاجه اسمها سكادوال فاريانس، دي عبارة عن ايه، الفرق بين الايرند فاليو والبلاند فاليو. فانا الايرند عندي كان 40 والبلاند كان 50، فانا كده عندي سالب 10%. ده دليل ان انا في مشكلة. برضو من الحاجات اللي بتوريني ان عندي مشكلة الكوست فاريانس، ده بين الايرند فاليو والاكشوال فاليو. فانا الايرند كام، 40,000، لكن انا دفعت كام فيه، 60,000. يبقى انا عندي مشكله برضو بسالب 20,000. يبقى الكوست فاريانس والسكادوال فاريانس بتوريني الفاريانس عن البيز لاين اللي انا حاطه، بتوريني الحيود اللي حصل. فالحيود ده حصل في السكادوال وحصل في الكوست. فدي اول مدخلات او اول تولز في ايد الراجل اللي بيعمل كوست كنترول عشان يلحق البادجت بتاعته قبل ما تقع. برضو من الحاجات اللي بتوريني انا فين في البادجت، او البادجت فيها مشكله ولا لا، حاجه اسمها السكادوال بيرفورمانس اندكس. بنحسبه منين؟ هو الريشيو بين الايرند والبلاند فاليو. يعني هنلاقي كل حاجه داله في الثلاثه كيس بتوعي، اللي هما الايرند فاليو، البلاند فاليو، والاكشوال كوست. هو هنا ريشيو بين الايرند والبلاند، يعني هقسم 40 على 50. طب انا امتى ابقى حلو وامتى ابقى وحش؟ طبعا لو اقل من الواحد ده معناه ان ايه، ان في مشكله في الورك او ليس ورك اللي اتعمل، ما بتعملش شغل كبير. لو اكبر من الواحد يبقى انا يعني عندي تقدم في الشغل شويه. طبعا المساله بتاعتنا هو اقل من الواحد. في حاجه اسمها الكوست بيرفورمانس اندكس، ده برضو بيبقى انديكيشن انا شغال كويس ولا شغال وحش. ده ايرنت بين او ريشيو بين الايرنت فاليو والاكشوال كوست. فلما اقسم 40,000 على 60,000 الاقي نفسي اقل من الواحد. فاقل من واحد ده دليل على ايه؟ دليل على ان انا خرجت بره البادجت، ان حصل كوست اوفر ران. لو اكبر من الواحد يبقى انا كده ايه، لا ده انا موفر كمان من البادجت بتاعتي. فبقسم الايرند فاليو على الاكشوال كوست عشان اعرف انا صرفت فوق البادجت الطبيعيه ولا لا. ده اسمه الكوست بيرفورمانس اندكس. اخر حاجه تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، وده بيبقى خلاص بقى ده الديسيشن بتاع الراجل بتاع الكوست كنترول عشان يلحق ينقذ الموقف. هو بيشوف الكوست تو فينيش، وده بقى مديهولك في المساله، على الريميننج بادجت. انا هنا بالنسبه لي الريميننج بادجت هيبقى ايه، هيبقى ال 100,000 ناقص ال 60,000 الاكشوال اللي اتدفعوا، فيتبقى لي كام، اللي هو ال 40,000. فانا هطرح ال 100,000 ناقص ال 60,000 اللي انا دفعتهم اوريدي، يبقى ده الريميننج بادجت. وهشوف الكوست اللي فاضل ومقسمهم على بعض عشان برضو يتنبأ لي بالمشاكل اللي ممكن تحصل او ان انا اقدر اعالج ازاي. كل الانديسيز دي بيستخدمها بتاع الكوست كنترول عشان يعالج المشكله دي، رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، ان بيديني الليسونز اللي انا اتعلمتها، ايه المشاكل اللي كانت عندي في الكوست استيميشن ادت لان يحصل لي كده. بعد كده بدانا نخش في الماتيريال ريكويرمنت بلان. وعشان نقدر نخش في ماتيريال ريكويرمنت بلان كان في تعريفين مهمين او تعريفات الديماند، ان في حاجه اسمها اندبندنت ديماند وحاجه اسمها ديبندنت ديماند. وقلنا الاندبندنت ديماند ده بيبقى على فينيشد برودكت،
والديماند بتاعه ما بيعتمدش على اذر ايتم ديماند، يعني انا ببقى عاوز العربيه للعربيه لكن مش عاوز العربيه عشان تبقى حته من حاجه تانية. فكده انا ما بقتش معتمد على اذر ايتم ديماند، وقلنا ان نوع الديماند بتاعه ستيبل. بعد كده خدنا الديبندنت ديماند، قلنا ده بيبقى جزء من برودكت مش الفاينل برودكت، فبالتبعيه بقى ديبند اون اذر ايتم ديماند. يعني انا عاوز 10 عربيات، انا الايتم بالنسبه لي ده الكاوتش بتاع العربيه، فانت عاوز 10 عربيات يبقى لازم تعمل 40 فرده كاوتش تجهزهم. يبقى كده بقى الديماند بتاعه معتمد على ايه؟ على اذر ايتم ديماند، وقلنا دي مهم. وقلنا ان نوع الديماند بتاعه لامبي او ديسكريت بعكس التالي اللي كان ستيبل. وبعد كده في ضوء الكلام ده دخلنا في حاجه تانية اللي هي الاستراكشر تري. استراكشر تري ان انا بشوف البرودكت بتاعي متكون من اجزاء عامله ازاي. وبعد كده قلنا لتسهيل الاوردر بتاع الاستراكشر تري بنعمل حاجه اسمها لو ليفل كودينج. فده منظر الاستراكشر تري. المشكله ان انا عندي في ايتمز متشابهه في ليفلز مختلفه، انا بدات بليفل 0 فوق، ده اسمه 0 وده اسمه 1 ده اسمه 2، لازم تبقوا عارفين الاسامي. فقلنا ان انا بحاول اعمل ايه؟ بنزل الايتم في اخر مكان هو ظاهر فيه. واتفقنا ان انا لو الايتم ده كان متفرع منه ايتمز تانية هزقه هو الايتمز بتاعته لتحت. بنخلي بالنا من الحته دي برضو مهمه. وسمينا الكلام ده لو ليفل كود. بعد كده خدنا مساله كبيره بقى للماتيريال ريكويرمنت بلان. اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها شطر، عاوز اعمل 100 شطر و150 شطر، واحد في الويك الرابع واحد في الويك الثامن. وقلنا الشطر بيتكون من ايه، هستفيد منها ايه؟ دي الاول اللي هستفيد ايه من الحته الاولانيه دي؟ التري لا، هعمل حاجه اسمها الماستر سكاد. الجزء الاولاني ده اقدر اطلع منه الماستر سكاد اللي هو عاوز عدد قد ايه في الاسبوع رقم كام. وبعد كده الشطر كونسيستس اوف دي هعمل بيها التري. انا عاوز 4 حتت من الوود سيكشن و2 فريمز، فدي اقدر ارسم بيها التري. وبعد كده اداني الليد تايم بتاع كل واحده، ان قال لي الوود سيكشن محتاج اسبوع والفريم محتاج اسبوعين، والاسمبلي بتاع الاثنين عشان يطلع شطر بيحتاج اسبوع. قلنا دي هنعمل بيها ايه؟ حاجه اسمها الاسمبلي تايم شارت. بعد كده بدأ يديني بقى داتا عشان أبدأ أعمل الماتيريال ريكويرمنت بلان، إن هو عنده 70 حتة خشب هيجوله في بداية الأسبوع الأول، بس هو تعاقد عليهم ريسيبت، يعني خلاص تعاقد بالفعل بس لسه ما جوش، وطلب مني أعمل ماتيريال ريكويرمنت بلان. قال لي مرة باللوت فور لوت ومرة باللوت سايزنج، 320 يونت للفريم و70 يونت للوود سيكشن. اول حاجه بنرسم الماستر سكادول، ان انا برسم جدول وباجي في الاسبوع الرابع احط العدد اللي انا عاوزه، وفي الثامن حطيت العدد المطلوب مني، يبقى ده اسمه الماستر سكادول. بعد كده بعمل التري، ان انا بقول له الشطر اهو بيتكون من فريم كام حته 2، بعد كده ده الوود سيكشن كام حته 4، يبقى انا رسمت التري بتاعتي. طبعا لو التري كبيره ممكن اقوم اجي لك في الامتحان اقول لك اعملها لي لو ليفل كودنج. وبعد كده الاسمبلي تايم شارت، قلنا بنعملها ازاي؟ ان انا بقسم لعدد الاسابيع اهو. عملت الثمان اسابيع، انا عاوز امتى؟ انا عاوز في الاسبوع الثامن الشطر بتاعي، يبقى هرجع الليد تايم بتاع الاسمبلي بتاع الشطر اللي هو قد ايه؟ اسبوع لورا. طب قبل الاسمبلي محتاج ارجع اسبوع ويت سيكشن واسبوعين فريم. هعيد الكلام ده تاني، لان انا عندي اوردر في الاسبوع الرابع، يبقى هاجي قبليه باسبوع اعمل اسمبلي، هاجي قبليه باسبوع اطلب الوود سيكشن، وقبليه باسبوعين اطلب الفريم. يبقى الرسمه اللي انا رسمتها دي اسمها ايه؟ الاسمبلي تايم شارت. يبقى انا ببدا من النهايه، انا عاوز امتى ارجع قبلها بالليد تايم. شوف برضه هنا انا عاوز امتى ارجع قبلها بالليد تايم. قلنا بعد ده الماستر سكادول اهو، بقوم عامل جدول تحتيه لكل ايتم. الجدول دي في حاجه اسمها الجروس ريكويرمنت، ده اللي مطلوب مني. السكادول ريسيبتس دي اللي انا اتعاقدت عليه،
البروجكت اون هاند، الحاجات اللي اتعاقدت عليها وصلت تبقى بقت اسمها اون هاند في المخزن بتاعي. لما اشيل من الجروس السكادول البروجكت اون هاند هيطلع لي النت ريكويرمنت، وبعد كده البلان اوردر ريسيبتس انا محتاج اتعاقد على كام، البلان اوردر ريليز هو الريسيبتس بس بشفته بالليد تايم عشان يتم التعاقد في الوقت المناسب فالحاجه توصل لي في الوقت المناسب. فلو حللنا المسألة دي قلنا ان انا عاوز 100 في الاسبوع الرابع و150 في الثامن، مفيش سكادول ريسيبتس للشطر ومفيش بروجكت اون هاند للشطر، فانا النت ريكويرمنت بتاعي بقى 100، فاللي هتعاقد عليه 100، اللي التايم بتاع الشطر 1 ويك فهرجع 1 ويك وتعاقد. هعيد الكلام ده مع ال150 ده النت ريكويرمنت ده البلان اوردر ريسيبتس وارجع اسبوع اعمل الريليز. بعد كده قلت يبقى انا محتاج في السابع وفي الثالث اجهز مين؟ الوود سيكشن واجهز الفريم، بس كل ما بعدد. يعني انا لو عاوز 100 من الشطر يبقى محتاج قد ايه من الفريمز؟ محتاج ضعفهم، محتاج 200. ولو عاوز ال 150 يبقى محتاج 300. بدل الجروس ريكويرمنت ده ملوش دعوه انا معايا حاجه اون هاند ولا لا. هبدا ابص في حاجه سكادول ريسيبتس اون هاند للفريم، لا. فيبقى النت ريكويرمنت 200، يبقى اللي هتعاقد عليه 200، وارجع قبل ال 200 بالليد تايم اللي هو كام؟ 2 ويكس اقوم طالب الفريم. نفس الكلام النت ريكويرمنت 300، ريسيبتس 300، وارجع قبلها باسبوعين اجيب ايه؟ الاوردر بتاعي. قلنا العمليه دي اسمها لوت فور لوت، ان انا بطلب على قد اللي انا عاوزه. عدنا الكلام ده مع الوود سيكشن بس هيبقى اربع اضعاف الكميه لان الشاطر بيتكون من اربعه وود سيكشن. بس الوود سيكشن كان فيه سكادول ريسيبت 70 هيبقى اون هاند في الويك الاول فاتنقلوا هنا على طول ويفضلوا مكملين معايا اون هاند. هطرحهم من الجروس يطلع لي النت ريكويرمنت، هطلب نفس الكميه عشان شغال لوت فور لوت، هرجع قبلها بالليد تايم واقوم عامل البلان اوردر ريليز. هنا بقى الجروس برضو النت ريكويرمنت 600 بقى قد الجروس عشان ما فيش حاجه اون هاند ولا ريسيبت خلاص استخدمتهم. هطلب نفس ال 600 عشان اشغل لوت فور لوت وهرجع بالليد تايم اطلب 600. عدنا المساله لو لوت سايزنج، طبعا الشطر مش هيتاثر، اللي هيتاثر الفريم والوود سيكشن. فالنت ريكويرمنت الفريم 200 بس اللوت بتاع الفريم بكام؟ ناس معايا ولا نامت؟ حضرتك اللوت بتاع الفريم بكام؟ 120 وانا عاوز 200 فكده هطلب ال 320 وهيتبقى معايا اون هاند كام؟ 120. الاون هاند ده هيفضل معايا لغايه ما اطلب اوردر جديد. الاوردر الجديد كان ب 300 وانا معايا 120 فهينزل 180. اللود سايز 320 يبقى هطلب 320 تاني وهرجع قبلها بالليد تايم اطلب 320 ويتبقى معايا اون هاند 140. واتفقنا ان اللود سايزنج ده فيه مشكله ان انا احيانا بقعد فترات اون هاند مش مستغل البروجكت وده ليه تمن تخزين لازم احترمه. يعني عيد نفس الكلام في الود سيكشن 330 وانا عندي اللوت ب 70 فانا هقعد اشوف مضاعفات ال 70 لغايه ما اغطي ال 330. طلعت 350 هعمل لها ريليز قبلها باسبوع ويتبقى معايا اون هاند 20. فضلت شايله كل الفتره دي بفلوس، هبدا اطلعهم من الريكويرمنت طلع لي 580. اقعد اشوف مضاعفات ال 70 الاقي 630 هي اعلى حاجه مضاعفات ال 70 وبرضه اطلبها قبلها باسبوع ويتبقى معايا اون هاند 50. ده كان اللوت سايزنج. وكانت وان هنا المحاضره دي بمشكله ايه؟ التخزين ده مين هيدفع حقه؟ طب ده كده احسن ولا اللوت فور لوت احسن؟ وكانت مشكله. عشان نحل المشكله اتكلمنا في المحاضره اللي بعدها عن الاوبتيمال لوت سايزنج. اكتشفنا ان في حاجه بقى اسمها اوبتيمم لوت، يعني مش قصه بقى ان اجيب على القد ولا اجيب لوت سايزنج، لا ده انا ممكن احدد كميه اللوت اللي تديني الاوبتيمال كوست.
واتفقنا ان اللود سايزنج ليه ثلاث انواع، في حاجه اسمها ستاتيك وحاجه اسمها بريوديك وحاجه اسمها دايناميك. الاستاتيك ان انا بحدد اوردر ثابت، وده قلنا ليه ثلاث انواع، او يعني اشهر حاجه فيه ثلاث انواع اللي هو اللود فور لود واللود سايزنج وحاجه اسمها الايكونوميك اوردر كوانتيتي. قلنا الايكونوميك اوردر كوانتيتي ان انا بعوض بمعادله معينه بتحدد لي اللود سايز قد ايه، اطلب كام حته في اللود. المعادله دي داله في الديماند اللي بيطلب مني انيوال، داله في الاوردر كوست، داله في الهولدنج كوست. فكده يبقى دي حلت المشكله اللي كانت بين اللود فور لود واللود سايزنج، ان انا هل اطلب على القد ولا اطلب واخزن. فدي دخلت في اعتباراتها الاوردر كوست، ودخلت في اعتباراتها الهولدنج كوست، وديت لي ايه حل وسط بين اللود فور لود واللود سايزنج، سميناه الايكونوميك اوردر كوانتيتي او الاي او كيو، ودي مهمه جدا طبعا. بعد كده اتكلمنا على البريودك لود سايزنج، ان انا ايه بحدد فتره معينه واقوم طالب طلبات الفتره دي كلها. وقلنا ان ده مقسومه نوعين، في بيريد اوف سبلاي ده بينفذ اللي انا قلته ده، ان يجي في الاسبوع الاول يجيب طلبات 3 اسابيع قدام، او ان انا باجي في البريود دي هاجي في الاسبوع الاول مش هجيب طلبات 3 اسبوع قدام وخلاص، لا ده انا لازم احترم كمان المعادله العظيمه اللي احنا لسه عاملينها بتاعه الكوانتيتي تو بي اوردر او الكيو بتاعتي او الايكونوميك اوردر كوانتيتي. يبقى انا باجي في الاسبوع الاول عاوز اغطي الثلاث اسابيع بمجموعه من الاوردرات، فكل اوردر هحط فيه كميه قد ايه، الكميه دي بحسبها بمعادله الكيو دي الاول. ده كان اسمه البيريود اوردر كوانتيتي. بعد كده اتكلمنا عن الدايناميك لود سايزنج اللي هو برضو بيغطي، بطلب في وقت معين اللي يغطيني كذا اسبوع قدام، بس بيستخدم طرق اوبتمايزيشن مختلفه خالص عن اللي احنا شرحناه قبل كده. وذكرنا منه ثلاث انواع، اول نوع منه اسمه الليست يونت كوست. ايه الليست يونت كوست ده؟ ان هو بيجمع الاوردر كوست على الهولدنج كوست ويقسمهم على عدد اليونت. دي المعادله اللي هو هدفه يعمل لها مينيمايزيشن، فبيقعد يعمل ايه كل شويه بيحط لود سايز ويجرب المعادله دي، حط لود سايز جديد ويجرب، لود سايز جديد ويجرب، لود سايز جديد ويجرب، لغايه ما يلاقي لود سايز اداله المينيمم في المعادله دي، يبقى هو ده اللود سايز المناسب. ده كان فكره الليست يونت كوست، ممكن اجي اقول لك اشرحها لي باختصار. وفي حاجه اسمها الليست توتال كوست، لا ده الراجل ده كان بيشوف ايه اللوت اللي يخلي الاوردر كوست تقريبا يساوي الهولدنج كوست، اللوت ده هو الاوبتيمم سوليوشن عنده. يبقى دي حاله الليست توتال كوست، وممكن برضه اجي اقول لك اشرحها لي. وبعد كده خدنا الايكونوميك بارت بيريود، قلنا دي الطريقه الثالثه في الدايناميك لود سايزنج اللي بقدر بعمل بيها ايه الاوبتيمم سوليوشن. ودي خدنا عليها مساله ان انا مديك البيريود ومديك الديماند وبديك حاجه اسمها السيت اب كوست والهولدنج كوست. اتفقنا ان انا لو قسمت السيت اب كوست على الهولدنج كوست بطلع حاجه اسمها الايكونوميك بارت بيريود. بقعد اعمل بارت بيريودز تخليني اقرب من الايكونوميك بارت بيريود. اول ما اقرب من الايكونوميك بارت بيريود ببدا اقف. فبعمل الكلام ده ازاي؟ ده قصاد البيريود قصادها الديماند، قلنا ملناش دعوه بالكوميوليتيف ديماند مش مهمه قوي. هبدا اعمل جدول زي اللي قصادكم ده، جواه ايه البيريود، اللود سايز، الاكسترا انفنتوري، قعدت مده قد ايه متشاله، اضربهم في بعض يديني البارت بيريود. وبعد كده بعمل كوميوليتيف بارت بيريود. ناس معايا ولا نامت؟ معاك يا دكتور. طيب لو انا قررت ان انا هجيب في البيريود الاولى، فاول اوبشن عندي ان اجيب كام؟ 60. لو جبت 60 مش هخزن حاجه، لما فيش مدة برضو يبقى البارت بريود زيرو، كوميوليتيف بارت بريود زيرو. طب الاوبشن التاني ان اجيب في الفترة الاولى حاجات تغطي لي الستين والاربعين، يعني اطلب كام؟ اطلب 100. لو طلبت 100 انا محتاج 60 بس في الاسبوع الاول، يبقى في 40 هيقعدوا في المخزن لمدة اسبوع غير مستغلين، يبقى البارت بريود بتاعي 40 في 1 هيطلع 40، والكوميوليتيف الصفر زائد ال 40 يطلع 40. طب لو حبيت اطلب في الاول اللي يغطيني 3 اسابيع يبقى هطلب 120، يبقى في 20 زياده، ال 40 موجوده معايا وفي 20 كمان زادت، ال 20 دي قعدت اسبوعين،
هضربهم في بعض، هقول البارت بيريود ب 40، يبقى الكوميوليتيف بارت بيريود اللي هو مجموع الثلاثه دول على بعض هيطلع 80. انا كان عندي اولموست 83.9، يعني اولموست 84 الايكونوميك بارت بيريود، فانا كده بقرب. لو قربت ان انا اغطي الاربع اسابيع ب 122، يبقى عندي اتنين قعدت 3 اسابيع اضربهم في بعض يديني البارت بيريود 6، هلاقي ايه 86. فهتلاقي ان 86 اقرب للايكونوميك بارت بيريود، يبقى هختار ان انا في البيريود الاولى هجيب كام 122، وده هيغطيني لغاية امتى؟ لغاية الاسبوع الرابع. يبقى انا مش هفكر في اوردرات غير في الاسبوع رقم 5، يبقى البيريود الجديدة اللي هطلب فيها هي الاسبوع رقم 5. هطلب فيها كام؟ اول اوبشن هطلب 30، وده مش هيبقى فيه تخزين خالص. تاني فكرة ان اطلب اللي يغطيني لغاية السابع، هطلب 30 زائد 70 يعني هطلب 100، ده هيتطلب ان انا اخزن 70 لمدة اسبوعين غير مستغلين، يبقى ده بارت بيريود 140، يبقى الكوميوليتيف بارت بيريود 140. فقصادي اوبشن، هل اطلب ال 30 ولا اطلب ال 100؟ فلان ان ال 140 اقرب لل 84 بتاعتي، فهختار ان انا في الاسبوع الخامس اطلب 100. بقى عندي في الاسبوع الثامن في 50 مطلوبين. فقلنا احنا هنلخص الكلام ده ازاي، ان انا هقول 122 يونت هطلبهم في الاسبوع الاول، وبعد كده 100 يونت هطلبهم في الخامس، وفي الاسبوع الثامن انا هطلب حاجه بس مش عارف لسه، ما عنديش enough information تخليني احدد المطلوب، لان الفكره مش هطلب ال 50 واقفل البروجكت خلاص، ما جايز فيه طلبات تانية. فانا بقول ان انا الانفورميشن اللي عندي مش كافيه ان انا احقق احسن اوردر موجود للحاجه دي. بعد كده اتكلمنا على الاساينمنت بروبلم، ودي كانت اخر محاضره، وقلنا ان خدنا طريقه اسمها هنجاريان ميثود بتحل الاساينمنت بروبلم، وقلنا ان الطريقه دي مينيمايزيشن وليها شروط. الشرط ان لازم كل جوب تقوم بوان ماشين، او كل ماشين تقوم بوان جوب، ما ينفعش ماشين واحده تعمل تو جوبس، ما ينفعش جوبس اعملها باتنين ماشين، ده اول شرط. الشرط الثاني ان لازم عدد الماشينز يساوي عدد الجوبس. وخدنا مسائل مباشره للكلام ده كتير، بس كان الحالات الخاصه او الحالات المختلفه شويه. هي اول حاله عندي ان انا عدد الماشينز ما بقاش قد عدد الجوبس، فحليناها ازاي؟ ان احنا بقينا نضيف دامي جوب الكوست بتاعها بصفار. وبعد كده همشي خطوات المساله. خطوات المساله ايه هي؟ ان انا بجيب اصغر رقم في كل رو هطرحه من الرو بتاعه، بعد كده اجيب اصغر رقم في كل كولوم هطرحه من الكولوم بتاعه، بعد كده هشطب الاصفار اللي طلعت لي باقل عدد من الخطوط. لو طلع عدد الخطوط بيساوي عدد الجوبس بقف، لكن هنا طبعا اقل، هنا 3 وعدد الجوبس 4، فكده انا ما وصلتش لسه للاوبتيمم سوليوشن. فبعمل ايه؟ بجيب اصغر رقم uncovered اطرحه من كل uncovered اللي هم الارقام اللي قصاد اللي مش متغطيه بالخطوط، واجمعه على الانترسكشنز. نعمل الخطوه دي ونشطب باقل عدد من الخطوط، خلاص لقيت اللي هم هيطلعوا مظبوط 4 و4. هبدا ادور على ايه؟ الصفر الوحيد اللي هو يبقى كولوم ورو فيهم صفر وحيد، فده معناه ان الدي هتشتغل مع ال1. لما اعمل الصفر ده بشطب الصفر اللي تحتيه، لان خلاص الدي اشتغلت مع الوان، يبقى هلاقي ايه؟ ان البي بقت مع التو، هشطب برضو الصفر اللي تحتها. هلاقي السي مع الثري، هشطب الصفر اللي تحتها، هتلاقي باي فورس الاي مع الفور. واقوم شايف الماشينز والجوبس واطلع الكوست، وممكن اقول لك طلع لي التوتال كوست تقوم جامعهم على بعض. طبعا في الحاله بتاعتنا دي في مكنه مش هتبقى شغاله عشان عدد الجوبس كان اقل من عدد الماشينز. باي ذا واي، بالنسبه للشيت بتاع المسائل دي كان في مساله فيها حته ادفانسد عليكم شويه، انا كنت رافعته على ال ام اس من اسبوع ولا حاجه، فلقينا في مساله فيها حته ادفانسد عليكم شويه، فشلنا المساله واستبدلناها بمساله ثانيه، وهرفع لكم الشيت بعد المحاضره ثاني على ال ام اس، وهسميه ابديتد شيت عشان الناس تبقى عارفه ان الشيت اتغير. شباب الناس معايا ولا نامت؟ انا حاسس بحكي لكم قصه.
مفيش اي حد بيرسبونس اي رسبونس خالص. بعد كده تيجي تشوف الامتحان تقول ايه ده الكلام ده احنا ما سمعناهوش قبل كده. فطول ما انت عامل ميوت او قاعد تعمل حاجة تانية عمرك ما هتشوف الامتحان غير في الامتحان. يعني الناس حاول تركز عشان الكلام اللي انا بقوله ده مهم وهيجي في الامتحان او اولموست جه خلاص. انا طبعت الميد ترم وطبعت الكوزات يعني كل حاجة خلصت خلاص. طيب اخر فكرة بقى واخر مسألة معانا في المحاضرة، ان انا لو جبت لك المسألة بقت ماكسمايزيشن، ودي مهمة جدا جدا. انا اللي درسته مينيمايزيشن بروبلم، فانا لازم احول مسألة الماكسمايزيشن لمسألة مينيمايزيشن. وقلنا افكار كتيرة في المحاضرة ان انا ممكن اجيب لك اي جدول من دول يبقى ملوش لازمة اصلا واخليك تركز على جدول واحد. هو هنا كان بيديك الريفينيو ومديك الكوست، هو عاوز ماكسمايز المكسب، فلازم اطرح الريفينيو من الكوست عشان اطلع المكسب. قلت لك ممكن اجيب لك ماكسمايز الريفينيو، ممكن اجيبها لك واقول لك مينيمايز الكوست، فدي بقت مساله مينيمايزيشن وانت فاكرها مساله الماكسمايزيشن بتاعت المحاضره وتقعد تحل غلط. ممكن في الاخر اطلب منك الريفينيو او اطلب منك الكوست بس، فانت لازم تبص انا طالب منك ايه. فالمساله دي مهمه جدا. هطرح الريفينيو من الكوست هيطلع لي المكسب. قلت انا عاوز احول المساله دي المينيمايزيشن بروبلم لان انا ما اعرفش احل الماكسمايزيشن بروبلم. وقلنا الطريقة ازاي احولها المينيمايزيشن بروبلم، ان انا بجيب اكبر مكسب واطرح منه الماتريكس كلها، فيطلع لي ماتريكس. الماتريكس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الديفيجن عن اكبر مكسب. يبقى انا هدفي اقلل الديفيجن ده، لان انا لو قللت الديفيجن عن اكبر مكسب ده يعتبر ايه؟ يعتبر ماكسمايزيشن للمكسب. هعمل ايه؟ هحل بنفس الطريقة، هطلع اصغر رقم في كل رو، هطرحه من الرو بتاعه، هطلع اصغر رقم في كل كولوم، هطرحه من الكولوم بتاعه، هبدأ اشطب الاصفار بأقل عدد من الخطوط. لو عدد الخطوط طلع قد عدد الجوبس بتاعتي او عدد الماشينز بتاعتي انا وصلت الاوبتيمال سوليوشن، وده اللي حصل بس. وهنبدأ بقى نطلع طبعا الاصفار بنفس الطريقة. انت هتلاقوا هنا ايه، وحبينا نطلع مع بعض الاصفار تلاقي هنا في صفر وحيد، يبقى اتنين مع ايه هيشطب كل الاصفار اللي تحتيه. فهتلاقي ايه، وان مع سي هيشطب الصفر اللي فوقيه، هتلاقي فور مع بي، وهتلاقي سري مع دي. معايا دول ممكن بقى اطلب منك اللي انا عاوزه. خلاص انت عرفت كل مكنة مع انهي جوب. ممكن اجي هنا اقول لك طلع لي الكوست، يبقى تطلع من الجدول ده، طلع لي الريفينيو تطلع من الجدول ده، طلع لي المكسب يبقى الريفينيو ناقص الكوست. يبقى مش معنى ان انا طالب المكسب ان انا لازم اقول لك احسب لي المكسب. ممكن اقول لك احسب لي الريفينيو اللي حقق اعلى مكسب، احسب لي الكوست اللي حقق اعلى مكسب. يبقى تخلي بالك ايه اللي مطلوب منك في المسألة دي بالذات. واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. حد ليه اي سؤال؟ تمام يا شباب، في حد ليه اي سؤال فيما يخص الميد ترم او الكويز او اي حاجه في الماده؟ هو الميد ترم يا دكتور هيجي كام سؤال؟ كتير يعني، معظمه نظري ولا معظمه مسائل؟ هو هيبقى بين الاثنين يعني، في مسائل وفي نظري، بس طبعا مش هقدر اغطي كل حاجه في الميد ترم. فانا في جزء هغطيه في الكويز، في جزء هغطيه في الفاينل، في جزء هغطيه في الميد ترم. يعني هيبقى نص نص، يعني مش هيبقى معظمه نظري، يعني هيبقى نص كده ونص كده. لا هيبقى بالانسد بين النظري وبين المسائل، والكويز برضو هيبقى في حته مساله وفي حته نظري. يعني ممكن نقول كويشن وكويشن، يعني سؤال وسؤال، سؤال نظري وسؤال مسألة. يعني اصل انت بتقول سؤال نظري، ما السؤال النظري ده ممكن اقسمه انا اجزاء. بس مهم الويت الدرجات، فانا بقول لك الدرجات اولموست يعني ممكن تقول 10 مسائل و15 نظري مثلا. يعني اولموست ذا سيم. وبرده ال15 النظري دول ممكن تلاقيني حاطط فيهم مسألة صغيرة. بس المسألة دي بالنسبة لي انا نظري، يعني لو جبت لك الكوست استيميشن ده بالنسبة لي دي نظري. مش مسألة. لو جبت لك بتاعة الكيو دي مش أنا موجودة في بالنسبة لي دي الشيت، نظري.
ما الحاجات دي مش موجودة في الشيت، بس تمام. موجودة ومحلولة في المحاضرة، يعني معاك في السلايدز محلولة. تمام. فأنا ممكن مسألة الكيو دي تعويض مباشر، مسألة الكوست استيميشن دي تعويض مباشر، فأنا ما أقدرش أقول عليها مسألة قوي يعني، لأن هي تعريف، التعريف ده تحول لمسألة. تمام. والكويز يا دكتور مدتها قد إيه تقريبا؟ الكويز نص ساعة. تمام. هيبقى عبارة عن مسألة وحتة نظري صغيرة، يعني الكويز بقى هو اللي ويت المسألة أكبر. تمام. بس برضو ممكن تبقى مسألة اللي هي شبه النظري، يعني لما أجيب لك مسألة material requirement plan وأطلب حاجات فيها غير التفاصيل بتاعه الاوردر ريسيبت والاوردر ريليز، هل انت بتعتبر دي مساله؟ الى حد ما فيها جزء نظري كبير، يعني انت تعمل ماستر سكادول، ان انت تعمل اللو ليفل كودينج، هل ده تعتبره مساله؟ ده ممكن يجي في الميد تيرم، بس ده هتصنفه بقى انه مسائل ولا لانه نظري؟ بس يعني لا اقدر اقوله لك ان يعني بالذات اول محاضرتين الويت بتاعهم مش عالي قوي في كله، يعني التركيز اكتر في الكويز هيبقى على ليكتشر 3 وليكتشر 4 صح؟ محاضره 3 و 4. لا الكويز انا بتكلم على الميد تيرم، انا الكويز ما اقدرش اتكلم عليه لان في زمايلكم بتاع يوم الثلاث ما خدوش المحاضره دي، فما اقدرش اقول لكم انتوا حاجه زياده عنهم في الكويز، لكن انا كلامي على الميد تيرم، كل كلامي على الميد تيرم. تمام. يعني انت اقرا وذاكر كل حاجه، المحاضرتين الاولانيه اقراهم برضو، ممكن يجي منهم حاجات بس خفيفه، لكن يعني واضح ان التقل كله بدا من المحاضره الثالثه. تمام. اللي هي الماتيريال ريكويرمنت بلان، وبعدها اللود سايزنج، وبعد كده اتكلمنا على الهنجاريان ميثود او الاساينمنت بروبلم، واضح تقل المسائل وحجمها، غير ان انا في مسائل بقوم ماجلها للفاينل، يعني ممكن تلاقي في جزء ما جاش خالص في الامتحان بس هتلاقيه في الفاينل، يعني انا لازم اوازن بين الميد تيرم والفاينل والميجر تاسك والكويز، يعني ممكن تلاقي الاربعه دول هم اللي غطوا لك كل المحاضرات. تمام دكتور. لكن مش هقدر اجيب في الميد تيرم كل المحاضرات لان الوقت مش هيكفيني، الوقت ساعه في الميد تيرم. حاجه المهمه برضو جوه الميد تيرم، الامتحان طويل وما تضيعش وقتك في ان انت تكلم اللي جنبك او تبص في ورقته او حد يجيب لي ورقه بيضاء، انت هتحل في ورق خارجي لازم تبقى عارف من دلوقتي. يعني هنجيب ورق معانا؟ هات ورق معاك مدبسه ومجهز كل حاجه عشان تبدا تحل على طول. يعني مش هيتوزع علينا ورق هناك يعني. لو انتوا شايفين ده افضل نوزع عليكم الورق، ممكن اجيب لكم، عارفين الورقه المربعات الكبيره دي؟ امتحنتوا بيها قبل كده اكيد. يعني هتكفي على قد الاسئله؟ هتكفي، ولو عاوزت ورقه تانية هديك. تمام.